السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مشروع هام جدا بالنسبة للعائلات في قسنطينة، وخاصة بالمدينة الجديدة تاع علي منجلي، حيث أنه كان فيه مشروع نتاع قرية مائية للألعاب المائية في علي منجلي. وتكلمت عن المشروع هذا في فيديو سابق، هذه مدة عام أو عام ونص، وكان المشروع هذا معطل. والحمد لله المشروع هذا قد يعني تم الأشغال فيه وأعيد إحياؤه، والآن رانا بصدد الافتتاح نتاع الحديقة المائية الرائعة هذه اللي موجودة، اللي الآن أصبحت في رصيد المدينة الجديدة تاع علي منجلي، وفي رصيد العائلات وخاصة العائلات، حيث أنه هذا المركب المائي يعتبر أكبر مركب مائي في الجزائر، وعنده عدة خصوصيات، حيث أنه يعتبر مركب عائلي مخصص يعني بصفة اكسكلوزيفمون يعني للعائلات الجزائرية القسنطينية، وهذا شيء جميل. كذلك يعني المشروع هذا يتربع على حوالي 5 هكتارات، وعنده يحتوي على 12 مسبح، 12 حوض للألعاب المائية، وفيه بعض الأجزاء القليلة جدا اللي ما زال راهي قيد الإنشاء، ما زالها في الأشغال، لكن المشروع انتهى بنسبة 90%. ويحتوي كذلك على مصليات للنساء والرجال، مراحيض، فيها أماكن لاقتناء المأكولات، فيه كل ما تتطلبه هذا النوع من المنشآت من مرافق اللي تساعد العائلات على الارتخاء والراحة قضاء وقت ممتع مع الأولاد، العائلة والأولاد. أضف إلى ذلك هناك ألعاب جديدة يعني في هذا المركب المائي تدخل للجزائر لأول مرة، وإن شاء الله يكون السعر في متناول العائلة الجزائرية متوسطة الدخل. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.